الو، مين يبغى؟ مسعود؟ مين مسعود؟ حسن سافر للمزرعة قبل شوي. لا، ما هي في تبوك، في حايل. ايه ضروري؟ في ايه؟ قلت لك سافر، ومن فضلك لا عاد تتصل بيه هنا تاني. مع السلامة. إلا مصر يعرف أنت فين. حسن، لازم تبلغ الشرطة. هبلغ الشرطة أقول لهم إيه؟ واحد بيسأل عني، جبتك عبد المعين تعيني، لقيتك عبد المعين تنعم. رحت لمسعود عشان أوصل للغالب، لقيت مسعود بيطاردني، بعيشني في حيرة وقلب منه. أكيد غالب على الاتصالات هذه، أكيد. جانا ضيف لطفي. تلقاه ضايع وجاي يسأل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله. هذه مزرعة الأخ حسن؟ أنا ولد أخته، إلزم أي خدمة أقدر أقدمها بداله؟ أبغى الأخ حسن شخصياً. الأخ حسن في جدة، أي خدمة؟ يا جماعة بتجننوني، أنا جاي من جدة بالطيارة، قالوا لي الأخ حسن في المزرعة. لسه ما وصل، اتفضل الصريح استناه. ما راح استريح حتى أقابله، ولا أرجع جدة الحين بالطيارة من جديد. طيب اتفضل الأول نضيفك وبعدين نفهم الحكاية وربنا يحلها. تفضل. تفضل. وعرفتي ايه الموضوع اللي يبغى حسن فيه؟ بعد الدوام عرفنا، اطلع من هنا على عبد الله واعرف ايه هو الموضوع اللي يخص ابويا. وقادره تنتظري بعد الدوام يا مجبر قلبي؟ ضروري يا فاطمه، ايش ذنب مريض يحتاجني وما يلقاني جنبه وانا بجري على مصالحي؟ صحيح انا قلقانه ومتوتره، لكن برضو الامانه شيء والعواطف والمصالح الخاصة شيء تاني. أستاذ أكرمكم الله وفي أمان الله. طيب روح معايا لي، يمكن يحتاجك تدور له على حسن. حاضر. والله العظيم جبت الغايب هذا تمام، بس الله يرضى عليك بسرعة، نروح للساعة قدامنا وقت ندور على الراجل اللي باعت أرض عن صالح، وهذا مو معروف لأي عنوان. حاضر يا عم سعود، أجي معك، بس أعطيني لو سمحت 10 دقايق. يا أخويا بقول لك بسرعة كمان عشان نتعب الطيارة. طيب حاضر. مسعود تاب يا حسن عن أذية الناس وضميره صحي. يعني انت واثق من كلامه؟ ولو ما كنت واثق منه ما رسلته عليك. دي غالب قرص مسعود وخسره وخلاه رايح يجن عشان كده. وهو اللي عرفني انه تغالب لفق لي تهمة الرشوة قدامه ومستعد يشهد باللي شافه واللي سمعه. ارجوك يا حسن تساعد معاه، الحقيقة انكشفت خلاص. عشان تخرج من السجن؟ لا يا حسن، عشان عم صالح ترجع له حقوقه واكون كفرت عن ذنوبي. طب وايش الدليل اللي عندنا عشان عمك صالح ترجع له حقوقه؟ الرجال اللي باع الأرض لعم صالح. إيش بو؟ أنا اللي جبته لتغالب، هو يقدر ينوركم. مسعود يعرفه؟ المصيبة ما له مكان معين، مرة تلقاه في الشمال ومرة تلقاه في الجنوب، بيشتغل سواق على سيارة أجرة حقته. وهذا فين أدور عليه وأستدل عليه أنا؟ يا ريتني أقدر أخرج من هنا وأدلكم عليه. أرجوك يا حسن أتساعد أنت ومسعود، ضروري تلاقوه. أنا رحت لمكتب مسعود وقالوا لي أني مسافر، بس أنا ما أعرف راح فين. رايح يرجع يسأل عنك. أرجوك طمني يا حسن. أطمن يا حامد، أنا راح أبذل كل جهدي وما راح أسكت. جريتني وراك إلين قصيت لوسطي، لكن الحمد لله على كل حال. يظهر ما تعرفوا بعض قبل كده. أنا أعرف الأخ مسعود لكن هو ما يعرفني. على فكرة ما هو أنت اللي جيتني المكتب تدور قطع أراضي؟ هو أنا. يا اخي ايش تبغى بها؟ ارض محذوفه. بعدين ما شاء الله تبارك الله، انا شفت المزرعه حقتكم يسرح فيها الخيال وشيء ما شاء الله يسر الخاطر، واقل شيء تسوالها 5-6 مليون ريال. خلينا في موضوعنا يا اخ مسعود، ابغى اسمع منك القصه من غير لف ولا دوران. شفت الجرايد اليوم؟ كلها اعلانات عن اسهم جديده، بنوك وشركات، وما شاء الله ما لها عدد. بس يا قاسم ما يعطوا المساهم أكثر من سهمين ثلاثة وأحياناً سهم واحد بس، واللي زي أنا إيش يكفيه؟ اللي زيك يا أبو سعد لو أخذها كلها ما تكفيه.
يا سيدي انا قابل نصها قابل ربعها، المهم تشطر انت وجيب لي ونصيبك محفوظ. كل المساهمين متساويين، يعني لو اعطوا الفرد سهم واحد رايح تاخذ زيه، لو اعطوا 10 رايح تاخذ زيهم، زي ما انت بتدفع غيرك بيدفع. يا قاسم انا باقل من 20 مليون ريال ما اشتري، ولو ما كان عدد الاسهم اللي باسمي اكثر من سكان حاره بحالها ما اقبلها. انت بتحلم يا الغالب، تحديد الاكتتاب محسوب، ووفر ال 20 مليون على قلبك. حتى لو قلت لك فيها مصلحه لك يا قاسم؟ كيف؟ شوف يا قاسم، البطاقات العائلية عند بعض الموظفين والفراشين فيها عدد أفراد العائلة ما شاء الله تبارك الله، عد وأغلط. أبغاك تشتري لي بأسماءهم وأنا اللي أدفع القيمة، وبعد التخصيص يتنازلوا لي، فاهم؟ ويتنازلوا لي بيع يا قاسم. وهذا كله مقابل إيه؟ 100 ريال لكل شخص، تكفي؟ المعلومات اللي جمعتها من الفترة اللي راحت وندم حامد وتراجعه خلوني أصدق كل كلمة سمعتها منك. يعني كده كنت شاكك فيها؟ وخايف كمان، لكن دحين خلاص. طيب إحنا قاعدين ليه؟ ما نقوم نتحرك؟ أول حاجة نلاقي الرجال اللي باع لخال الأرض اللي هو السواق، وبعدين نتحرك. شهادة مسعود واعتراف. شهادة مسعود ما تكفي، حتى لو كانوا 2 برضو ما يفيدونا بشيء. لو لقينا الراجل السواق اللي باع الأرض هو اللي يمكن يحل لنا المشكلة. وهو ايش بيده عشان يحل لنا المشاكل؟ ده باع ومشي. لا يا لؤي، ضروري عنده اوراق ومستندات بالاضافه لشهادته. طيب احنا قاعدين ليه؟ قوموا ندور عليه محل ما يكون. ندور عليه فين؟ في مواقف السيارات؟ طب افترض احنا ما لقيناه، يضيع علينا الوقت. وعشان افتكر شكل الراجل انا لازم ارجع بعقلي كده وبذاكرتي البعيد، ويمكن افتكر ويمكن لا. وصلت للفكرة يا خال؟ تقريبا. ايش هي؟ لازم حامد يخرج من السجن الاول. صحيح، حامد لو خرج من السجن هو اللي يمكن يدلنا على الرجال ونلاقيه. بس كيف يخرج هو متهم برشوة؟ الراشي والمرتشي لازم يخشوا الاثنين السجن سوا. بس كيف مسكوا حامد وسجنوه وساب مدير الشركة اللي سلموا الفلوس؟ انا اقول لك، دغالي برسلني المباحث عشان أبلغ عن حامد وعن ميعاد الرشوة. رحت لقيت مدير الشركة بلغ بنفسه. وانت تعرف مدير الشركة؟ دغالي ما تفوت عليه حاجة، خلاني أروح الشركة أتعرف على شكل مدير الشركة قبل ما أتكلم معاه التلفون. وبعدين؟ راح مدير الشركة في الميعاد اللي حدده دغالي ومعاه الفلوس. يعني ما هو دغالي اللي بلغ عن حامد؟ ولا أنا، مدير الشركة اللي بلغ بنفسه. طيب انا يصير اروح اقابل مدير الشركه. وفيدك بايه؟ قدامي دغالي اتصل بمدير الشركه وانتحل شخصيه حامد وقلل الصوت وطلب 1,000,000 ريال رشوه، وانا شاهد على كده. ما تكفي يا مسعود، شهارتك ما تكفي، لازم يكون عندنا دليل قوي. انا اللي رحت بلغت، وانا اللي رحت لحامد بفلوس، ولما قلت له هذه 1,000,000 ريال مد يده واستلمها قبل ما اكمل كلامي. حامد مظلوم يا استاذ عاطف، واحد انتحل صوته وكلمك باسمه وهو ما يعرف عن الحكاية. مندوبنا كان عنده وقال لي نفس الكلام اللي قال لي هو في التليفون. قال لك مندوبكم انه حامد يبغى 1,000,000 ريال؟ لا ما قال، يمكن خايف منه. طيب وليه ما خاف منك انت؟ عشان انا اللي راح ادفع. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. يا اخ حسن، حامد وقع المعامل اللي لقاها في مكتبه وجهزها عشان يقبض، ولا ما كان وقعها؟ بالعكس، حسن النية هي اللي وقعته. على اي حال انا ما عندي شيء افيدكم فيه غير اللي قلت لك هو، واذا تبغى المندوب اللي قابل حامد في مكتبه انا ادي لك هو، بيشتغل عندي مدير مكتب. يا ريت يا استاذ عاطف، ربنا قادر يظهر الحق ان شاء الله. يا ناصر تعال لو سمحت. تفتكر حامد ومعاملة المشروع اللي كنت عقب عليها عنده؟ نعم افتكر. الأخ حسن بيقول إنه حامد مظلوم وإنه ما طلب مننا رشوة. لا طلب، وأنا سجلت المكالمة عندي. سجلت المكالمة؟ والشريط موجود؟ موجود. طيب ممكن تجيبه للأستاذ عاطف لو سمحت؟ لو طلب سعادة المدير أجيبه. شريط إيه يا ناصر؟ ومتى سجلته؟ ساعة المكالمة. وليش ما قلت لي؟ جيتك علشان أقول لك، لقيتك خرجت من باب مكتبك من غير ما أشوفك. ما شفتك إلا ثاني يوم.
بعد ما تمسك حامد وانتهى كل شيء. قلت الشريط اللي سجلته ملزوم مو كده؟ فعلا، وحتى كنت ناوي امسحه واسجل عليه. لا دخيلك، الحقنا بيه. روح يا اخي جيب الشريط. الحقيقه بانت وما عاد في ضروره تاخيرها، كفايه كده خلاص. الكلام هذا ما له لزوم دحين يا زين. لا يا حسن، له لزوم. ده غالب ما هو احسن من ابويا عشان اخاف على خاطره، واللي ما هو عقله كلامي يشرب من البحر. تقصدي مين بكلامك هذا؟ اقصدك انت. جوزك هو اللي خرب بيتنا، هو اللي وقع ابوك في المشاكل عشان يستولى على كل شيء. حتى انت استولى على عقلك وعلى وظيفتك عشان ما تشوفي عمله. البنت هذه ما ادري ايش صابها. بتدافع عن نفسها ورافضه تعرف الحقيقه علشان لا تحس بعقدة الذنب. عقدة ذنب انت كمان؟ ما هي اللي اختارته؟ ما كانت تعرف على عيبه وتصرفاته. ولما عرفتها ما صدقتها. سبحان الله، تكذب الناس كلهم وتصدق الغالب. خلاص يا خالي، خلينا في شغلنا وريح بالك من المشكله هذه. كل ما لها تتعقد. اي والله يا حسن، والله ماني عارف. تبغاني اسيب غيري يتعذب وانا تعبان من طرفهم؟ انا لازم اوصل للحقيقه، ويا انا يا دغيل. يلا يلا يا صالح، افتح فمك يا بابا ارجوك. لازم تاخذ الدواء علشان تتعشى. يلا يلا يا صالح، يلا يلا. يا ربي انا ايش اسوي؟ معلش سيبيه دحين يا زينب، ابوك حزين على صار بينك وبين اختك. ارجوك يا بابا لا تفكر في شيء عشان صحتك. البنت سارت لا تقدر احد. شفت الموقف والاحراج اللي سببت فيه مع حسن؟ ارجوك يا خالتي بلاش السيره هذه، كفايه اللي هو فيه. بس يا صالح ارجوك يا بابا لا تسوي في نفسك كده، وانا اوعدك ان كل شيء يتصلح. معقوله؟ حتى بعد ما عرفت الحقيقه؟ فايزه ما هي مشكلتي انا، المشكله اللي قلقاني كيف نرجع حقوق بابا. المشكله هذه سيبيها على حسن. وهو حسن حيرضى يطلع في وجهنا بعد ما طردته من البيت؟ من يومها ما شفناه يا فاطمه. اختك عقلها ضارب، وحسن لا يمكن يزعل منكم بعد الوقفه اللي وقفها معاكم المده هذه كلها. تفتكري يا فاطمه؟ طبعا، ولا ابو علي يفضل حس بس. لا يخص عليك يا فاطمه، ولد عمتي ما هو كده. الحق يعلو ولا يعلى عليه، وان شاء الله رايح يظهر الحق ربنا، وربنا برضو كمان راح يكرمك يا حامد. اشكرك يا حسن، انا تعبتك معايا. من حسن حظك انه اجهزه رجال الامن مزوده باحدث وسائل التكنولوجيا. هذا طبعا الى حنكه وفراسه رجال الشرطه مسلحين بخوف الله يا حامد. الحمد لله، انا اخذ جزائي. يا رب اغفر لي. اهم حاجه التوبه الصادقه يا حامد، ربنا يقبلها ان شاء الله. انت عارف يا حامد، كل واحد فينا في اعماقه طاقه ضوء يطول منها ويستنجد. ما احنا حجرات مظلمه مغلقه تتجمع فيها الظروف. انا تعلمت كثير يا حسن. معرفه الله هي الوسيله والحق والغايه، وطاعه الله هي واجبنا الكبير. يا سلام عليك يا حامد، رغم انك انجرفت مع الغالب في لحظات ضعف، لكنك اثبتت لي رجولتك بعد كده. التوبه يا حسن ومعرفه الله تخلي الانسان اقوى من الحوادث. يا رب اغفر لي. المهم يا حامد، انا سايب شريط عند مدير السجن، وانت اطلب خبير اصوات عشان اسمع، واذا قرر انه صوت المتكلم غير صوتك جاهز يفرجوا عنك. بس انت لا تقلق، يمكن برضو كمان يعني اسال مدير الشركه ويستفسر منه، وان شاء الله كده يا حامد اشوفك برا السجن. جيك يا دغالب جيك. لا يا حامد، اصحى تعرف ان انت خرجت، ولا تجيب سيره اسمه على لسانك قدام احد. حتى لو سالوك يعني قالوا لك مين تتهم ولا حاجه زي كده، قول لهم انا دحين ما اتهم اي احد في الوقت الحاضر. احنا لسه خايفين عليه؟ خايفين على حقوق خالي وحقوق الناس اللي تحت يده. بعد ما تخرج من هنا، انا وانت ومسعود رايحين ندور على الراجل ده اللي باع خال الارض. واذا لقيناه وتحصلنا على الوثائق والاوراق، رايحين نسلم دغالب للشرطه. عارف ليه؟ عارف. طيب قوم قابل مدير السجن واطلب خبير الاصوات. Thank you.
جاهز للسباق؟ نلتقي معكم مع سباق جديد مع الساعة. جهز نفسك واختبر معلوماتك. اللوب داخل النخلة 10 درجات صحيح. مع مشتركين سباقهم مع الوقت. صح. خطأ. آخر 5 ثواني 410 درجات رقم قياسي. روفا شكرا لك. سباق مع الساعة الاثنين 11 مساء على ذكريات. ترى يشوفك ويعرف بخروجك من السجن. وكيف رايح ابلغ عنه واجرجره في الشرطه زي ما جرجرني وبهدلني؟ بعد ما نلقى الراجل اللي باع الارض لخالد اسمه بعدين سوي اللي تبغاه. صحيح يا حامد، لو دخلت مع دغالي في شكاوي ودعاوي قبل الدليل الاول ما يكون معاك ترى رايحين تتعبوا كثير. وغير كده موضوع الارض المضروبه 109 على قولكم زي ما سميتوها بتعرضوا كل اللي اشتركوا فيها مع دغالي بالعقاب، انت ومسعود وقاسم والراجل معاكم باعتباركم انكم مشاركين في طبختها. طيب ايش العمل؟ العمل عمل ربنا يا حامد. انا بس اطلب منك طلب واحد بس. اتفضل. لا تتصرف مع دغالي ولا مع غيره في موضوعنا هذا الا تكون قايل لي قبلها، على غير خلال الفتره اللي احنا رايحين نبحث وندور فيها على الراجل ده قريبه، وبعد ما نلقاه ونتحصل عليه انت حر سوي اللي تبغاه. يعني راح تفضل ضيافتنا الين تلقوه؟ كله يا عمي كله بسرعة. انت متأكد؟ شفته بعيني مع لؤي حامد اللي ما انكره. يا ترى كيف خرج من السجن؟ مدة السجن وما انتهت، يكون شمل العفو جايز. طيب ايش لمه على لؤي؟ ولؤي رايح لمه على حسن والعملية رايحة تكبر كده. انت خايف ومتوتر كده ليه؟ اللي عليه الكلام مشلول ولا ينطق. وحامد ايش رايح يسوي؟ نسيت حسن يا قاسم؟ انا زيك نسيته قبلك، لكن حسن هو اللي بيصول ويجول وهو اللي راعبني يا قاسم. وراعبك ليه؟ ايش في يده يسويه؟ سوى مزرعه. حسن يا قاسم زي الجزور، شغلها كله تحت الارض ولا يظهر ولا يبان الا شجره طالعه منها. اضرب الجذور وهي تحت الارض. كسر الشجره، جذورها قويه. حيرتني يا ابو سعد، حيرتني صراحه. حسن قد كده راعبك ومخوفك؟ انا لازم اكله قبل ما ياكلني. حسن خطر علينا يا قاسم. احنا حنفضل نتكلم عن حسن وسايبين شغلنا؟ انا جهزت الناس اللي تبغى تشتري الاسهم باسمهم ومعايا صور تبعياتهم. اقل تبعيه فيها 10 اشخاص هيدك على 20 مليون قيمه الاسهم. برافو عليك يا قاسم، وكل ما زاد العدد زادت حلاوتك. فايزة أحد زار عمي اليوم؟ ولا أحد. يعني ما حد زاره أبدا؟ حسن كان عنده قبل شوي. ومين معاه؟ أنت ليه بتسأل الأسئلة هذه كلها؟ يعني قصدي ما في أحد من برا العيلة زار عمي اليوم؟ زي مين يعني؟ ردي على أسئلتي بس، فاهمة؟ لا أنت حالتك اليوم ما هي طبيعية. Thank you.
يلا يا الباشي حايل، واحد نفر، واحد نفر حايل. حايل اخو، حايل اخوي، حايل. تفضل اطلع ابوي، اطلع. اقول لكم انا دحين رايح اجيب اكل، شايف كيف؟ وانتم كده تدوروا له كده في كل مكان، لا تخلوا مكان الله يخليكم. ها احنا حندور في الجهه دي، اي وبعدين نتلاقى هنا ثاني. المهم لا تتعب، لا خير شويه ان شاء الله. اي يلا يا حامد، يلا توكلنا على الله. يا خدام ما شوف انت ماشي مسرح ليه؟ انت شوف طريقك يا خلاص يا عمي، انا اسف الله يسامحك. هيا لا تكتر ولا تقلل، هي مين أقصى؟ خلاص يا ابوي خلاص، انا غلطان. الله يسامحك. كيف نسوي دحين؟ لقيتوه انتو؟ والله انا ما لقيته، لقيته انت؟ لا. وايش نسوي دحين؟ بس ماني عارف راح فين هذا. انا في رايي نروح موقف ثاني وندور موقف ثاني. خلاص توكل على الله، ان شاء الله نلاقي لك شيخ. حدد اجازه اللي يجيب لكم الرجال، وانا من بكره اجيب لكم هو. وانت تعرف عشان تجيبه؟ انا لو شفته ما اعرفه. رايح يجي ان شاء الله، بس خلي ابو علي يفرج عنه. والله وصرت تتكلم بلغه المساجين ابو حميد. لا وانا مختلف كده، ويا ويلي اللي ما يسمع كلامي. يا حمد اتصل بالغالب دحين. ايش الرقم لك؟ بالغالب راح يجي هنا؟ عن اذنكم انا مسافر. اجلس يا رب، ايش جيبوا عندنا؟ اتصل يا حمد اتصل. ايش اقول له طيب؟ اطلب منه 10 مليون اللي وعدك بيها وما سلمك هي، وقول له اذا ما جبتها راح اتصل بالشرطه. الو بغالي؟ مين بيتكلم؟ ايه انت مين؟ ها حامد؟ ايوه يا حامد. ها حامد بتقول ايه؟ الو الو يا حامد، الو انقطع الخط. سوين كمان برتب لك الاوراق. مين قال لك تمسكيها ولا ترتبيها حتى؟ وفيها ايه يعني لما امسكها؟ فيها انك تتجسسي عليا. هو حامد اتصل هنا؟ حامد مين؟ اصحي تكذبي عليا، ترى بعدين ما يصير لك. طيب انت تتكلم عن ايه؟ ان شاء الله تكونوا صدقتوه، ترى الولد هذا كذاب. صدقنا في ايه وكذاب في ايه؟ ايه صار في عقلك اليوم؟ اتجننت؟ والله اللي يعيش معاكم تجيبوا له جنان واكثر كمان. ايش غصبك على عيشتنا؟ لو ما هي عجبتك دور لك على عيشه ثانيه. طيب لو سمحتي اتفضلي اقعدي، خليني اروق مع نفسي شويه. اتفضلي ردينا بالهم والهم ما ردي بيه. ايش
اكيد رايح يجي، بس يا ريتكم سمعتوني صوته. دحين مسعود سمعك صوته، اتصل بيه مسعود. ما يمديكم، خرج من المكتب. اتصل بيه في البيت، اذا حد كلمه غيره لا تقول له انت، الين هو يرد عليك. ومسعود ايش رايح يقول لي؟ يطلب منه تعويض عن الخسائر اللي سبب له فيها. والله فكره، هات التلفون يا لطفي. وهذا التليفون. عرفت حامد فين؟ لا والله ما عرفت، سألت عنه جماعة وأصحابه كلهم قالوا ما خرج من السجن، ولو ما شفته بعيني مع لؤي كنت صدقتهم. لا خرج من السجن، بس فين؟ دي اللي كنت أبغاك تعرفها يا قاسم. أخاف يكون سافر للخارج، لكن فين ما أدري. لا 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 ما سافر، أنا متأكد يا قاسم. أرجوك تدور عليه، أرجوك يا قاسم. حاضر، ندور لك عليه تاني، بس هذه يحتاج لها مصاريف. ولا يهمك، أنا كمان جاتني فكرة. إيش هي؟ مسعود شايل الشيلة علي وعليك عشان الأرض اللي خسر فيها، وأنا شايف نستريح منه. إيش نسوي له؟ نتخلص منه من كلامه ونديله اللي يبغاه عشان لا يدوشنا. اللي تشوفه يا أبو سعد. ألو؟ ايوه يا خواجه، اشتري يا خواجه اشتري. ها؟ ولا بتسال عني يا دغالب، نسيتني في السجن ونسيتني لما خرجت. لا يا شيخ بالله، صحيح يعني جيت على بالك يا مضروب؟ لا والله فيك الخير. طيب اسمع، 3 ايام عندك مهله، اذا ما جبت فيها الفلوس حقت اللي عندك رايح اتصل بحسن، وانت عارف حسن مين، واخليه يوديني البيت عندكم، واعرف الكل انت اللي سويت فيهم، واولهم عروستك. برافو عليك يا حامد، كده تمام. ما شاء الله تبارك الله. كمان هذه الجزات اللي جاي اقول عليك. من فضلك كفايه بقى، كفايه اللي سويته في اختي وطردتها. يعني ابوك زعلان عشان اختك؟ تفضل يروح معاها. يلا مع السلامه. دليلك. لا ترفعي صوتك علي، أنا ماني مسؤول عنك وعن أهلك، أنا مسؤول عنك أنت بس. والله والله لو ما كان أبوها مريض كنا تركنا لك البيت هذا اللي وجعت قلوبنا بيه. أتفضلوا أخرجوا، الباب يفوت فيه. بس صوتنا يتغير. بس في زمزم أهو بيقول لكم خرجوني. أتفضلوا مع ألف سلامة. أنا كمان أخرج معاهم وخلي لك الفيلا تشبع بيها. لو عتبتي باب البيت ما يصير لك. طيب فاهمه ولا لا؟ ايش راح تسوي؟ تطلقني يا ريت. ها؟ اطلقك؟ اعوذ بالله، انا ما استغنى عنك يا فايزه. انا اللي استاهل، اتغشيت فيك وما سمعت كلام اهلي عشان كنت متسرعه وغبيه. ما في بيني وبينك اي تفاهم في حياتنا. انا كنت فاهم انك بنت سطحيه وتافهه، لكن يا خسارة حبيتك واعطيتك كل اللي تتمنيه في حياتك. أعطتني إيه يا خسرة؟ شوية الهدايا الفلس ولا مرض أبويا اللي سببت فيه؟ لكن أنا أفرجك يا بغيلب. فايزة أرجوك يا فايزة كده. طيب برا برا مع السلامة. وإنت كمان رحنا عند أبا ليلى وأبوك وأمك وزينب. إيش نسوي؟ ما قدر حالة أبويا ولا مرضه، ظلمت نفسي وظلمت أهلي بجوازي منه وكملها بطردنا من البيت. أهلك هم اللي ظلموك يا فايزة، هم سبب مشاكل اللي عشتيها مع جوزك. أهلك دلعوك أكتر من لازم، وما كانوا عارفين الدلعهم كان دلع، كان إهدار لحقك ولكرامتك.
وانك تفلحي وتنجحي وتعرفي الصواب من الخطأ. بابا يحبني وكان يحاول يرضيني. كل أب يحب بناته ويحاول يرضيهم، لكن لكل شيء حدود. الله يكافي اللي كان السبب يا أختي، حتى لو كنت أنا. وانت ايش ذنبك؟ الله يكون في عونك على اللي انت فيه. اللي أنا فيه خلاص انتهى وأنهى حياتي معاه. ربنا يحميك لشبابك. فينه الشباب يا ماما؟ لا صارت لي هوايات ولا إحساس بمتعة. حتى لو قعدت مع الناس نفد صبري وفقدت أهمالي وكل شيء مع هذا الراجل. أصبري يا فايزة، هذا نصيبك. شعر بهبوط في نفسي وهبوط في جسدي وصراع أليم دمرني يا زينب. ولو تخرب بيتك تتدمري أكتر. علشان أنا اللي اخترته. خلاص يا فايزة، اللي راح راح، خلينا في اللي جاي. معك حق يا زينب، طول عمري أكسو عليكي. وياما قلت عليكي كلام وقلت إنك أنانية، لكن صدقيني هذا كان زمان. دحين أنا تغيرت وانكشفت للدنيا بصورة ما كنت أتوقعها. سامحيني يا أختي. ما لقيت ولا هو موجود في جدة. كلام إيه هذا؟ كل وقت والتاني بيكلمني بالتليفون قبل السمرقع، فين راح يعني؟ أنا أدري، يمكن يكون مدسوس عند أحد. فين يعني؟ الواد هذا قبل السمرقع خلاني أنا اللي أدور عليه بدل هو ما يدور علي. ألو؟ حامد؟ طردت الناس من فلتهم يا غالب؟ مسكين، رايح تعيش فيها لوحدك. ما تخاف يجيك البعبع وإنت لوحدك؟ إيش دراني؟ أنا جنبك شايف كل شيء. والليلة الليلة رايح أجيك في النوم. لغالب أنذرك إنذار أخير، تحب تسمعه؟ تحضر لي العشرة مليون وتجيب لي هي. خليني أكمل كلامي. وترد الناس اللي طردتهم من بيتهم، وإذا ما نفذت اللي قلت لك عليه رايح تندم تندم طول العمر. ليه بتطالع لي كده؟ حامد اللي كان بيكلمك؟ وتقول لي ولا تدري عنه ولا تعرف هو فين، ها؟ يعني بدوس عليك؟ جايز. بس تقدر تقول لي ايش عرف حامد بطرد صالح وعائلته من البيت يا قاسم؟ الو، اسمع يا حامد، يا جيني نتفاهم انا وانت، يا تبطل التليفونات هذه اللي دوشتني بيها، ولا بعدين ما يصير لك طيب، فاهم ولا لا؟ ايه؟ مين بيتكلم؟ اهلا يا خواجة، اكسكيوز مي يا خواجة، اي ام سوري. يس يس وات؟ اشتري يا خواجة اشتري، بس المرة هذه اديني خبر يا خواجة. ها؟ باي باي. انا يا مسعود، انا اللي فكرت في المشروع. سمعت حكاوي الاجداد في طفولتي والمجاعه اللي تعرضوا لها قبل الملك عبد العزيز الله يرحمه، وقارنت كده بصراحه بين اللي سمعته وبين اللي انا عايش فيه. قررت على طول اني اصير مزارع وصاحب مزرعه عشان اساهم بجهدي وفكري. ما شاء الله تبارك الله، مزرعه يخيب فيها الخيال. تعرفوا يا جماعه صادرات المملكه الزراعيه اضعفت كم مره في السنوات الاخيره؟ 24 مره. ما شاء الله تبارك الله. ولا بد واردات السلع الغذائيه انخفضت ما دام الصادرات الضاعفه. طبعا انخفضت بمقدار النص واكثر كمان. يا ولد العفو والعافية، وربنا يكرمني بمشروع زي كذا يا ابو علي. اذا عزمت فتوكل على الله وخذ قرض من البنك الزراعي يعطوك. انا لازم ابيع كل اللي عندي، بمكسب بخساره لازم ابيع. لكن ابيع لمين؟ بس انا لازم ابيع.
ايوه يا خواجه. الو الو، كده يا بغالي تعطي حامد حقوقه وانا ما تعطيني؟ تخليني افدل؟ ها؟ هو انا شفت حامد؟ انت من فين تتكلم يا مسعود؟ من المريخ، بحب اجيب لك حاجه معايا؟ انا صرت تريقة عندك يا مسعود؟ لا 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 يا بغالي، لا تريقة ولا حاجه. انا اخذ معاك حامد وبكلمك. بغالي حامد؟ حامد حامد، بعت كل اللي عندك ولا باقي لك شيء؟ انت فين يا حامد؟ انا لازم اشوفك يا حامد، فلوسك عندي حامد. لما ترد الناس لبيتهم وتجمع حقوقهم كلها اقابلك وتشوفني. القطعة 25. ايوه ايوه جنب القطعة 22. حياك الله. فين مسعود؟ ما هو فيه. فين راح؟ والله صار له شهر الحين ما يجي، ما في بيع. دوب مكلمني بالتليفون. انت تبغى ارض؟ هو انا ناقصك انت كمان. انت السبب في كل اللي جرالي يا دغالب، انت السبب في كل اللي جرالي يا دغالب. هذا صوت صالح؟ هو صالح صار يتكلم؟ دخلتني السجن يا دغالب، لازم ادخلك هو طول عمرك. حامد؟ ايش جاب حامد هنا؟ هذا صوت حامد. انت فين يا حامد؟ من المريخ، بحب اجيب لك حاجة معايا من المريخ. لا لا لا، انتوا بتتعاونوا علي، ها؟ بتتعاونوا علي. انتوا ايش اللي جمعكم سوا؟ حماس وسرعة في مواجهة مع الوقت، مشتركين في اكتشاف دائم في عالم من المغامرات والألغاز والبحث عن الكريستال. فأي فريق سيتغلب على ذا كريستال ميز؟ ذا كريستال ميز الجمعة 8 مساء على ذكريات. حالك يا دكتورة؟ نعم، في ايه؟ أنا جاي أعتذر من اللي حصل مني. أتفضل أطلع برا، هذا مكان عمل. عارف، بس أرجوك تسمعيني يا دكتورة. لو ما خرجت أتصل بالمدير فورا وأجيب لك مصيبة ما أنت قدها. أنا جاي أطلب منك السماح وأقول لك البيت تحت أمركم إذا حبيتوا ترجعوا. وأنا قلت لك هذا مكان عمل، ما هو مكان اعتذارات ومشاكل اجتماعية. اتفضل اطلع برا. طيب ممكن اجيكم بيت حسن واعتذر لكم وترجعوا معايا البيت كلكم واولكم فايزه؟ اتصرف زي ما تبغى، انا مالي شغل. اتفضل.
الحمد لله. المريض اللي في 17 زال عنه الخطر. انت مريت عليه يا دكتورة؟ ايوه مريت عليه الصبح واطمأنيت على حالته. طيب ليه زعلانة؟ المفروض ما يكون في زيارات شخصية في العمل. ده المفروض. ليه؟ في حد زارك؟ ده غالب كان هنا. مريض؟ ولا مريض ولا حاجة، جاي يبغاني اسامحه. هنا في المستشفى؟ راجل فاقد كل معاني الفهم، فوضوي. وايش سويتي معاه؟ طردته. أنا عمري يا فايزة ما حسيت بالوحدة. تركت أولادي وبناتي وزوجاتي كلهم وما حسيت بالوحدة. لكن أنت عزبتيني. بعادك عني رايح يجنني. أنا في حاجتك يا فايزة، في حاجتك. في حاجتي فيه؟ أنت راجل أناني، ما تحب إلا نفسك. خدعتني، أوهمتني إنك تحبني كزوجة. لكن أنت لا يمكن تحب أحد في حياتك أبداً. وزي ما ضحيت بأولادك وبناتك وزوجاتك قبلي، ضحيت بي عشان نفسك. لكن أنا مستعد أثبت لك عكس كده. خوفي وتوتري ووحدتي سببوا لي رعب كبير يا فايزة. صرت زي الطفل اللي يدور على الأمان. أرحم الحالة اللي أنا فيها يا فايزة، وأنا مستعد أسوي كل اللي تبغيه. سوي إيه يعني؟ أكتب الفيلا باسمك. ها؟ بس؟ لا أبداً. أي حاجة تيجي على بالك أسويها، بس ترجعي معايا البيت. الفيلا حقت أبويا، اكتبها باسمه. حاضر، أكتبها باسمه. بس ترجعي معايا البيت. الأول ترد الفيلا، بعد كده أتفاهم معك. خلاص، أنا رايح أكتب الفيلا باسم عم صالح. بس أنت لا تسيبيني يا فايزة. أرجوكي لا تسيبيني يا فايزة، أرجوكي. دخنا ليه ما لقيناك؟ ولولا حامد انا عارف الاماكن اللي انت بتروح فيها كان ما لقيناك لحد اليوم. كنا رايحين نبلغ الشرطه لو ما لقيناك اليوم. خير يا جماعه، انتم كده فجعتوني وخوفتوني. انت اللي خوفتنا. احنا قلنا الراجل لا قدر الله يكون مات. تعرف يا اخي انهم كانوا رايحين يعلنوا عنه في التلفزيون؟ ايه يا جماعه، قولوا لي وريحوني. انا اقول لك، تفتكر العمليه اللي اخذت فيها 100,000 عشان الارض اللي اشتراها تغلب باسمك وباعها باسمك لعم صالح؟ ايش بها؟ صارت عليها مصيبه؟ لا مصيبه ولا حاجه. الاوراق اللي تم بيها البيع والشراء عندك؟ ايوه عندي. فينها؟ في بيتي. طيب نقوم نجيبها. من غير ما افهم ايش الحكايه؟ حنفهمك في الطريق، يلا قوم. يلا يا عم، ايدك على الحلاوه. الناس اللي اشترينا الاسهم باسمهم رايحين يجوك هنا ويتنازلوا عنا، وانت سلمهم رضوتهم. فهمتهم على كل شخص 100 ريال؟ فهمتهم، بس انت زودها شوية. قيمة السهم اتضاعفت 5 مرات والناس عرفت. ولا قرش، انت ما اتفقت معهم يا قاسم؟ اتفقت، بس انت زكي عشان ربنا يطرح فيها البركة. ارجوك يا قاسم، انا ماني ناقصك انت كمان. خلي الناس اللي اتفقت معهم يجوا ويخلصوني ارجوك. سيبوا هذا معانا، سيبوا. أشهد أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. الله أكبر، خالي أتكلم، خالي نطق يا جماعة، خالي نطق، خالي قام يا جماعة. الحقوا يا جماعة فهموه. أنت أنا جاي معاكم ليه؟
الله اكبر الله اكبر. خالي نطق يا جماعه، خالي اتكلم، خالي قام ما شاء الله. شارت حقي والله يا خالي، شارت حقي. الحمد لله على سلامتك يا عمي. الو، اهلا يا خواجه، جود نايت. نعم، $1,400 للسهم؟ لا يا حبيبي، لا لا تبيع، نشتري $2,000 ونبيع $1,400. لا لا لا، يخصى عليك يا خواجه كده. تبغاني ازعل منك؟ طيب اسمع يا خواجه، خليك شويه، يمكن السعر يطلع زي العاده، وفهلوتك وشطارتك. الله، طيب خلاص، ننتظر منك تليفون. باي باي يا خواجه. عمي، الحمد لله على السلامة يا عمي، أهلا وسهلا. تفضلوا يا جماعة، تفضلوا. جيتك يا دغيلي، جيتك ماشي على رجلي وأنطب بلساني والحمد لله. تفضلوا يا جماعة، تفضلوا. أنتوا ليه واقفين كده؟ إيش اللي سويته فيك عشان تدمرني يا دغيلي؟ يا عمي الحقيقة، هذا صك الفيلا اللي طلبته فايزة، سويته باسمك يا عمي. اتفضل، ان شاء الله تكون مبسوط يا عمي، اتفضل. وتفتكر ده يكفيني في اللي سويته فيه يا غيرك؟ سيبه يا خالد، سيبه سيبه، الظاهر تغالب معرفنا كلنا. السريح يا خالد، السريح. تعرف تغلب الرجال هذا؟ انا اقول لك تغلب، هذا سعيد اللي اشتريت الارض وبعتها باسمه، ومعاه كل الاوراق اللي تدينك وتوديك السجن، وكلنا بربطه المعلم شهود على كده، وانا واحد منهم. انا يا جماعه ماني فاهم، انتوا تبغوا مني ايه؟ انا اللي ابغى، وانا اللي باكلمك. انت تؤمر يا عمي، قول ايش تبغى. تدفع لي $50 مليون اللي اخذتها مني من غير لف ولا دوران. ايه؟ الو، ايوه يا خواجه، بتقول ايه؟ $800؟ قبل شويه مكلمني وقايل لي 1400 وما رضينا نبيع. لا يا خواجه طبعا ما تبيع، ايه الكلام هذا؟ لا لا لا، لا تبيع، خلاص لا تبيع، انتظر شوية يمكن السعر يتصلح. سلامة يا خواجة. ما هي لما تيجي تيجي مرة واحدة مطربقة كده. قول يا عمي ايش تبغى. قلت لك $50 مليون اللي اخذتها مني تدفع لي هي بسرعة. انا ما اخذت منك شيء، انا بعتك ارض بطريقة غش، ورطتني انا معاك وحملتني ذنب. وليك بلت وقتها عشان الـ100,000 اللي أخذتها؟ كل واحد فيكم ساهم في العملية وأخذ نصيبه، واللي ما أخذ جاي اليوم انتقم. انتقام الله أكبر يا دغالب، وإذا ما كان في الدنيا رايح يكون في الآخرة. لفقت للتهم وصوتك في الشريط عندي، وإذا ما خلصت عم صالح رايح أشتكيك. موضوع عمك صالح كلكم شاركتوا فيه، وكلكم تدخلوا معايا السجن لو أشتكيتوني. ما إحنا رايحين نشتكيك لو دفعت الـ50 مليون يا دغالب. الـ50 مليون مسعود أخذ منها 10، وهذا أخذ منها 100,000، والأرض قيمتها 10 مليون، والباقي أتفاهم فيه أنا وعمي. ألو، أيوة يا خواجة، كيف� $350؟ لا أنت صابك جنان، لا لا تبيع، خلاص لا تبيع، بس اتصل بي كلمني. هي المصايب لما تهف تهف مرة واحدة. من فضلكم يا جماعة سيبوني في اللي أنا فيه، خلاص سيبوني. شفت يا دغالب، شفت الحالة اللي أنت فيها؟ خوف
وزعر وجلك، هذه كلها من صميم طبيعة المجرم، لأنك تغالب استخدمت ذكائك في الشر. أنت جاي تعطيني محاضرة في الأخلاق، أنا ما رجعت لك الفيلا، ما أنت شايف الحالة اللي أنا فيها والخسارة اللي خسرتها كلها، كل ثروتي راحت. ألو، بتقول إيه يا خواجة؟ 120 دولار؟ كلام إيه هذا يا خواجة؟ نعم، كل ماله عن نزول. طيب أسمع يا خواجة، بيع يا خواجة بيع، بيع يا خواجة بيع، بيع بيع يا خواجة بيع. شايف يا عمي؟ شايف؟ خسرت كل ثروتي في الأسهم العالمية، شايف يا عمي؟ ولسه لسه يا دغالب فايزة طالبة الطلاق منك. ها؟ بكم يا عمي؟ ما هو أنا لازم أكسب يا عمي، أنا خسرت كل شيء، ولكن لكن فايزة، فايزة لا يا عمي لا، فايزة ما استغنى عنها يا عمي، ها؟ فايزة ما استغنى عنها. عمي أقول واشرح لها عن حالتي، واشرح لها عن حالتي، روحي عالي لفرضها. ها 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 ها. صحيح ان الكل شيء تمن والكل خطا عقابه، فوري يا ابو علي فوري، والله يحمينا. وانت يا عم صالح ما خسرت شيء، نصيبك وراتب التقاعد وحقك محفوظ، والله يغنيك. لك الحمد يا رب، لك الحمد يا رب. وانت يا حامد يا ولدي شوف لك طريق غير اللي انت فيه. انا رايح ازرع واحصد عشان افيد البلد واهل البلد. هو ده الصح يا ولدي، يلا يا جماعه، يلا يا جماعه. يا لطيف يا لطيف يا لطيف.